أحد بنعتبر الكنيسة بتعتبر إن الشهر ده شهر مبروك وشهر فيه بركة، عشان جالنا فيه 5 أحد. علشان كده الكنيسة بتقرأ دايما في إنجيل بنسميه إنجيل البركة، اللي هو معجزة إشباع الجموع من 5 خبزات والسمكتين. إنجيل البركة أي إنجيل إشباع الجموع من 5 خبزات وسمكتين. المعجزة دي هي المعجزة الوحيدة اللي كتبها ودونها البشايل الأربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. واللي واخد لباله من القرايات هيلاقي إن الكنيسة ذكرت المعجزة دي في عشية من إنجيل متى، وفي باكر من إنجيل مرقس، وجيت في القداس ذكرته من إنجيل لوقا بالترتيب، متى، مرقس، ولوقا. ولو في إنجيل رابع كنا قرناه من إنجيل يوحنا نفس المعجزة. ولو انتوا تلاحظوا ان في باكر من كل شهر احنا بناخد القيامة، بنقرأ القيامة في باكر. الحد الاول نقرأ من متى، الحد التاني نقرأ من انجيل مرقس، الحد التالت نقرأ من انجيل لوقا، الحد الرابع نقرأ من انجيل يوحنا. ولكن الحد الخامس بنعمل ايه؟ بنقرأ انجيل معجزة اشباع الجموع، لان هو انجيل البركة. يعني دي المعجزة الوحيدة اللي اتكررت في البشائر الأربعة. وإنجيل إشباع الجموع ده إنجيل مشهور بيتكرر كتير على مسامعنا. يعني إحنا دايما لما نيجي نصلي صلاة الساعة 9 من صلوات الأجبية دايما بنصلي إنجيل الإيه؟ إنجيل البركة، اللي هو إشباع الجموع من 5 ترغيفة والسمكتين. في الأيام الفطر العادي الكامل الكنيسة لما تيجي تصلي القداس بتصلي الساعة 3 والسادسة، لما بيكون في السبوت مثلا والأحد. لكن لما بنصوم صيام في أيام الأصوام بنصلي لغاية الساعة 9. عشان كده بنسمع معجزة إشباع الجموع اللي كان فيها 5000 رجل غير الأطفال والنساء. أكن الكنيسة عايزة تقول لنا أنت لما هتبقى صايم احنا هنشبعك شبع، ولكن الشبع دون ما هو شبع مادي، انما هو شبع ايه؟ روحاني. لو لاحظنا في كل قداس احنا بنصلي الكنيسة بتقدم لنا 5 ترغفة والسمكتين. في كل قداس بنحضره الكنيسة بتقدم لنا 5 خبزات. ايه هم ال5 خبزات دول؟ هم 5 قرايات احنا بنقراهم في وقت القداس: البولس، كاثوليكون، ابراكسيس، مزمور، انجيل. 5 ارغفة روحانية. طب والسمكتين دول بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا السيرة الحية اللي بتطبق عليها قرايات القداس، اللي هي السنكسار والعظة. والعظة ما هي إلا مكملة للقرايات، لأن هي بتفسر وبتشرح اللي جه في الإيه؟ اللي جه في الإنجيل. فإحنا من خلال القرايات اللي كلها متاخدة من الكتاب المقدس الكنيسة عايزة تشبعنا شبع روحاني. عشان كده بيسموا الإنجيل ده إنجيل الشبع أو إنجيل المسيح المشبع. السيد المسيح له كل المجد ابتدى يقول لتلاميذه أعطوهم ليأكلوا. يعطوا مين؟ يعطوا الجموع. يقصد ان هو يعطي الجموع. طب تعالى نفكر كده، هي المعجزة دي حصلت امتى؟ حصلت في آخر اليوم، يعني كان الوقت خلاص المساء وكان خلاص على وشك الليل، خلاص ابتدى النهار يميل، يعني ابتدى اليوم يخلص. والمكان كان مكان قفر، يعني يعتبر زي الصحراء كده، ما فيهاش لا زرع ولا ماء، ما فيهاش اماكن، ما فيهاش محلات يعني يقدروا يشتروا منها اكل ولا حاجة. يعني بوقت غير مناسب، المكان ايضا تقريبا غير مناسب، لأننا ها هنا في موضع إيه؟ موضع قفر. كمان كانت الإمكانيات ضعيفة جدا، ده يدوبك معهمش غير 5 ترغفة وإيه؟
وسمكتين. طب ليه السيد المسيح قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا؟ السيد المسيح هنا لما قال لهم اديهم أنتم عشان يأكلوا، كان عايز يعرفهم ويخلينا نكتشف إمكانياتنا الضعيفة جدا. أولا لما نكتشف إمكانياتنا الضعيفة ربنا يشتغل في هذه الإمكانيات الضعيفة، وكمان علشان يأكد إن الله هو اللي بيدي، ربنا هو اللي بيعطي، وكمان إن الله قادر إن هو يعمل بالقليل ويعمل أيضا بالكتير. فالسيد المسيح هو صاحب هذه الوليمة، بيستعمل دايما إمكانياتنا القليلة. مهما كانت إمكانياتك قليلة إلا إن ربنا قادر إنه يستخدم هذه الإمكانيات ويعمل بها. ربنا لما جه استخدم مثلا زي عصا موسى، عصاية، مجرد عصاية، ومع ذلك هذه العصاية ربنا عمل بها إيه؟ معجزات كتير. بحتة عصاية صغيرة كانت مع موسى صنع بها معجزات كتير. كمان السيد المسيح من شوية طين، ايه شوية طين؟ مجرد شوية طين، خلق من الطين دي عينين للأعمى. من شوية طين ربنا خلق عينين للأعمى. فإذا ربنا بيستخدم الأشياء القليلة اللي معانا وبيحولها إلى معجزات كبيرة. أهم حاجة في الموضوع كله، أو المعيار الأساسي أو المقياس الأساسي، هو مقدار الحب اللي أنت هتقدمه. زي بالظبط كده المرأة اللي قدمت الفلسين، ربنا قبل الفلسين قعطية متقدمة من الأرملة. أو حتى لو أنت جيت قدمت كأس ماء بارد، هو قال كده كأس ماء بارد لا يضيع أجره. إذا أي حاجة أنت بتقدمها مهما كانت قليلة، مش مهم الكمية، المهم الكيفية. يعني إيه الكيفية؟ يعني مقدار الحب اللي انت بتقدمه. ممكن تقدم لواحد كوباية مية بحب احسن ما تقدم له حاجات كتيرة خالص من غير حب. اللي هيوصل له ايه؟ مقدار الحب اللي انت بتقدمه. انت ممكن تقدم مجرد ابتسامة لواحد تخليه فرحان اليوم كله ومزقطط، مجرد ابتسامة انت بتقدمها لواحد. يمكن انت ما قدمتلوش فلوس ولا قدمتله حاجة مادية، لكن قدمتله حاجة معنوية. ممكن يكون هو تعبان نفسيا وانت مجرد بس ما بتبتسم عليه، بتبتسم له كده ابتسامة بسيطة ولكنها دخلت من القلب للقلب، دي اللي مقدارها كبير قدام ربنا. المعجزة بتاعت النهاردة بتعلمنا عادات مقدسة، عادات نتعود عليها، دي عادات مقدسة. أول عادة بنسميها عادة العطاء أو المشاركة. ربنا قال لهم أعطوكم أنتم ليأكلوا. العطاء مهم جدا حتى ولو كان قليل، زي ما قلنا أهم حاجة هي إيه؟ مقدار الحب اللي أنت بتقدمه في العطاء ده. والعطاء مش مقصود بيه عطاء مادي فقط، زي ما احنا قلنا ده ممكن ابتسامة صغيرة تقدمها لواحد تطلع من قلبك، تخترق قلبه ويكون هو انسان فرحان طول اليوم بسبب بس ان انت ابتسمت في وشه واديته نوع من انواع الحب الغير ايه؟ الغير مرئي ولكنه محسوس ومشعور وهو يكون شاعر بيه. فعطية العطاء او عادة العطاء ممكن نتعلمها من معجزة الخمس ترغفة والسمكتين. أهم عادة نقدر نتعلمها من معجزة بتاعت النهاردة هي عادة النظام. النظام ربنا قال لهم كده أتكؤوهم فرقا فرقا 50-50.
النظام لو ما كانوش نظموا 5000 رجل 50 50 يعني 100 مجموعة، كان هيقدر يوزعوا عليهم ازاي الاكل ده كله؟ عشان سهولة التوزيع، حتى كمان عشان ميبقاش في واحد ما ياخدش حتى لو جزء صغير من البركة. تعال شوف كده الكنيسة واحنا نيجي نوزع في التوزيع بتاع التناول، اخبار نظامنا ايه؟ هل لسه بنتخانق مين اللي هيتقدم للتناول الاول، ولا لسه بناخد المتكئ الاخير؟ او على الاقل في شوية نظام. الكنيسة ما فيهاش حاجة ما فيهاش نظام. وقت توزيع البركة مثلا، هل من قدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ولا احنا عايزين ناخد البركة الاول؟ وهل ترى لو ابونا اداني حتة بركة صغيرة هل هتزمر عليه واقول له لا ده انا عايز بركة كبيرة؟ نقطة النظام، الكنيسة فهمت اهمية النظام، عشان كده وضعت لنا حاجة اسمها الطقس الكنسي، والطقس مقصود بيه النظام. يعني النهاردة مثلا هنقرأ قرايات ايه؟ في نظام. مش كل كنيسة هتمشي بمزاجها ابدا، ده النهاردة احنا هنا في الزيتون بنقرأ انجيل الاحد الخامس، في امريكا بيقرأ انجيل الاحد الخامس، في استراليا بيقرأ انجيل الاحد الخامس. نظام ثابت في الكنيسة، ده بنسميه الطقس، النظام، طقس القرايات، طقس الألحان. يعني النهاردة بنصلي سنوي، امبارح عشان يوم 29 في الشهر كنا بنصلي فريحي، ففي طقس، في نظام. فهل أنا في صلواتي فيها نظام برضو، ولا أنا لما يجي وقت أنا عايز أصلي أصلي، ومعايز وقت عايز أعمل أي حاجة بعملها، ولا أنا حاطط لنفسي نظام؟ إخواتنا اللي نجحوا في الثانوية العامة بنقول لهم مبروك، دول نجحوا ليه؟ لان هم كانوا حاطين نظام. كل ما الانسان بيحط لنفسه نظام، كل ما الانسان بيكون ايه؟ ناجح. فالعاده دي اسمها عاده النظام. كمان المعجزه بتاعت النهارده بتعلمنا عاده اسمها عاده الصلاه قبل الاكل. سيد المسيح لمسك 5 خبزات وسمكتين، باركهن، بارك ال5 خبزات والسمكتين. وكلمة بارك معناها شكر، لك البركة يا رب، يعني نشكرك يا رب. هل أنا لما أجي آكل بتذكر إن أنا المفروض أشكر ربنا، ولا بهجم على الأكل على طول؟ بيقولك إن كتير من المتدينين بيصلوا قبل الأكل وبيشكروا ربنا قبل الأكل، ولكن القليلون جدا من المتدينين اللي بيصلوا بعد الأكل. يعني ممكن واحد يشكر ربنا عشان هياكل، لكن بعد الأكل أنا أكلت وخلصت وشكرا بقى، مش مهم بقى أشكر ربنا. فيقول لك إن المتدينين بيصلوا قبل الأكل، والقليل جدا من المتدينين اللي بيصلوا بعد الأكل. بارك هنا بيعني الشكر، وبارك يعني بيقسم الخبز. دي هي كسر الخبز، كسر الخبز. كسر الخبز زي بالظبط ما حصل مع تلميذي عمواس لما عرفوه عند كسر الخبز. وكسر الخبز هنا غير التناول، مقصود هنا بكسر الخبز ان هو السيد المسيح شكر، شكر ربنا، واحنا المفروض بنشكر ربنا قبل ما بنيجي ناكل. في عادة رابعة بنسميها عادة جمع الكسر. هم لموا 12 أفة من الكسر. هل الوفرة تعني التبذير؟ أبدا. لما يبقى عندك أكل كتير ده مش معناه إن أنا أكون مبذر وأرمي، لأ، أوفر. الوفرة مش معناها التبذير، بالعكس لازم نجمع الكسر. ولما نقول الوفرة مش مقصود بيه الأكل بس، ده أنت ممكن يكون عندك وفرة في الوقت، في واحد عنده وقت كتير، طب ما تجمع كسر الوقت أو فتات الوقت دون، وحاول تقرأ فيه كتاب روحاني، أو حاول إنك تقرأ فيه حاجة
تنميك او حاجة تبنيك او تتعلم فيها حاجة جديدة، نتعلم ان احنا نجمع قصر الوقت او فتات الوقت، نجمع قصر الخبز او فتات الخبز، نجمع فتات الجهد. ممكن واحد يعرف ان هو يوفر مجهوده عشان يقوم بحاجة تانية احسن، يجمع قصر او فتات الجهد علشان نستفيد فيه. دي عادة اسمها عادة جمع القصر. اخر عادة ممكن نتعلمها النهاردة هي عادة طاعة الوصية. تخيلوا قدامهم 5000 واحد، 100 مجموعة، وكل مجموعة كان فيها 50 واحد، وده غير ده كده 5000 رجل غير الأطفال والنساء. وبعد كده ربنا بيقولهم أعطى التلاميذ ليقدموا للجمع. تخيل لو التلاميذ رفضوا وقالوا احنا مش هنقدر نوزع للعدد الكبير ده كله، ما كانوش اخذوا البركة. لكن هم عندهم ان هم نفذوا الوصية. وبما اننا داخلين على صيام العذراء، واعتقد ان في كتير مننا صايم من اول الشهر، ياريت نتعلم ان احنا نقبل الوصية ونشوف طاعة الوصية زي العذراء مريم ما نفذت الوصية في حياتها. كل سنة وحضراتكم طيبين، لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. دوخنوش بسميني اسقو وبنت باي اقوم بيواي بيواي قطع بفراني من راتي انتبي اخرس وزار برد فبي ناري اغنو تنشوي سنبترنتي سيوتو كوسماري.